السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للفيديو نشوفوا التصحيح ديال الامتحان الجهوي الموحد لنيل الشهاده السلك الاعدادي دوره يوليوز 2022 من 7 جهات مراكش اسفي. بالنسبه لكم هذا الامتحان، بالنسبه لك انت اولا خصك تكتب الاسم والنسب ورقم الامتحان في هذه الخانه فقط. مثلا تكتب نكتبوا مثلا الاسم رمزي مثلا حسن، هنا تكتب رقم امتحان مثلا 4603 فقط صافي، هادشي اللي تكتب. هنا المعامل واحد، الماده الفيزيائيه الى اخره، وعندك ساعه واحده، وعندك هنا العدد ديال هنا المعامل، وهنا عندك قلنا راه ساعه، وعندك هنا تقريبا شي 4 صفحات. اذا بالنسبه لينا حنا نمشيو ليكزيرسيس الاول. اذا هذا هو ليكزيرسيس، هذا هو ديال القناه ديال، لا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. اذا بالنسبه للسوجي كومبورت 3 اكزيرسيس انديبوندون، زعما ثلاثه اكزيرسيسات وهما غير مرتبطه فيما بينها، اذا كل واحد مستقل على الاخر. شو لي اكزيرسيس نيميرو 1 دون لو كارد دان بروجي ديسيبلينير دو تكنولوجي، اي ماده تكنولوجيه، لي زيلف اون فولي يوتيليزي ان كونديكتور اوميك، واحد الموصل اومي. اي افان دي تشيد لي كاركتيرستيك، وهو الخاصيه ديال هاد الكاركتيرستيك ديال هاد كونديكتور اوميك، البروفيسور دو فيزيك لوغا دوموندي بروفوزور ان مونتاج، قال لهم دير واحد التركيب من تركيب تجريبي كي بيرمي دو كونيتر لو كومبورتمون دي سو كونديكتور دون ان سيركوي الكتريك. الوغ اي سون بروبوزي دو مونتاج سي دو سي، هما داروا واحد دو مونتاج، كاين بروبوزيسيون ا بروبوزيسيون دو، اذا هو الاقتراح اللي داروه هما، داروا دو مونتاج. قالك هنا نومي لي ديبول او ثنائي القطب انديكي باغ لي نيميرو 1 2 3 4 سكيما. اذا بالنسبه لينا حنا هاد لي ديبول كاين 1 وكاين 2 وكاين 3 او 3 و 4 هما اللي كاينين بالنسبه لينا حنا. قال لك اسيدي نيميرو 1، نيميرو 1 اشنو هذا؟ هذا سيتا لي دو بلوس موا سيتا جينيراتور اش كونتيني، هذا جينيراتور كونتيني، ولكن جينيراتور ديالاش جينيراتور دو طونسيون هكاك. ولكن هاد السهم اش تيعنينا؟ هذا تيعنينا بان هاد الجينيراتور دو طونسيون راه هو فاريابل متغير، اي تنغيرو، مثلا تدير 6 فولت، تدير 12 فولت، تدير 16 فولت. اذا باش لقاوهاش، باش لقاو هاد لا فالور ديال ار، اذا هنا غنكتبو جينيراتور، جينيراتور دو تنسيون، هذا دو تنسيون فاريابل ضروري، فاريابل او جينيراتور فاريابل. نمشيو لدو، هنا عندنا دو، شنو هي هاد اخ؟ هادي هي سيتا كونديكتور اوميك، كونديكتور اوميك، كونديكتور اوميك عنده واحد لا ريزيستونس ديالو هي اخ. هاد عندي ما قال لك لي دي بول، هادو ما اي اجزاء ديال هاد المونتاج. نمشيو دابا ال 4، شكون عنده هاد العلامه دائره وفيها ا؟ شكون هو دابا هنا؟ هادي 4 هو اش 4 هو الامبير متر. نمشيو ل 3، شكون هو اللي عنده العلامه في؟ وهو اش؟ وهو الفولت متر. اذا هنا نكتبو فولت متر، وهذا هو ا، هو امبير متر. هادو هما الاجهزه امبير متر. اذا بالنسبه لينا هادو هما لي ديبول لي كاينه. نمشيو ليكزيرسيس سويفون، قالك هنا متر اون كروا اكس دون لو كا بو كورسبوندون مونتاج اكسبيرون كوريكت. شكون هو المونتاج اللي صحيح؟ اذا نرجعو لي مونتاج، عندنا هاد المونتاج ان جينيراتور، جينيراتور صحيحه، عندنا انتربت صحيحه، لكن لاحظوا جيدا هنا ار اخ، ولكن لاحظوا جيدا هنا عندنا الامبير متر، وهنا اش الفولت متر. اش يقولوا بالنسبه للتركيب ديالو؟ كي تيكون الامبير متر، دابا الامبير متر شكون تيكون؟ اون سيري، هنا اون سيري، وهذا تكون على التوالي، بينما الفولت متر على
التوازي اذا المونتاج اللي صحيح وهو لا بروبوزيسيون دو هي هادي هاي هنا لا بروبوزيسيون هي دو نديرو هنا كخوا هذا هو الصحيح. Troisièmement, l'étude expérimentale des variations de la tension électrique U au bord d'un conducteur ohmique, c'est une étude, une dérasse, une étude expérimentale de la tension U en fonction de U, chez des tiers, qui le traverse permet d'obtenir le résultat. On a les mesures du tableau, on a les mesures. On a les mesures, on va dire le graphe. Le graphe, c'est une fonction linéaire. On a 0, 0, 5, 2, 7, 10, 4, 15, 6, 20, la 15i, 20, on a tension U. Et on a dit le débat, on va voir les questions. Ces mesures ont permis de le tracé, le graphe, c'est contre, il y a le graphe, il y a le graphe, on a les mesures. Mettez-le, il y a 0, 0, il y a 0. Non, je te dis. Il y a pour 5, il y a 2. Pour 10, il y a 4, etc. Il y a coché la proposition correcte. Je dis, le moqtara, il y a un an, il y a ça. Quelque la tension U diminue lorsque I. L'intensité du courant I augmente. Hna, ashna, l'intensité augmente, ra I augmente. Idin had jawab huwa khati. Idin hamsba hasab el graphe, galak hasab el graphe. La tension O n'est pas proportionnelle à l'intensité I du courant. Tatla hadou bi anna cette fonction linéaire ra U est proportionnelle, mais si n'est pas proportionnelle, jawab khata. La tension I directement proportionnelle à l'intensité que jawab huwa hada, sahih. Idin hada huwa الجواب الصحيح. نمشيو دابا 3 2 كومبليتي لينونسي سويفون دو لا لوا دوم باسكو كي كونفيان. اذا هنا قال لك هنا لا لوا دوم اش تقول لا لوا دوم لينونسي لا لوا دوم ولكن هنا ترومبلاسي لينا باغ واحد الكلمات او جمل كلمات مناسبه. قال لك لا طونسيون الكتريك او بورن حنا ملي تنقولوا لا لوا دوم او بورن دو اش او بورن دو كونديكتور اوميك conducteur ohmique dit H donc conducteur ohmique il a dit mais Svelina le premier à faire l'ouel اي اي بروبورسيونيل ا رجلناها بان هاد لا طونسيون اي بروبورسيونيل اذا نكتبوا اي بروبورسيونيل اي بروبورسيونيل ا اي بروبورسيونيل اش ا لانتنسيتي هي لانتنسيتي او دي كورون الكتريك كي لو ترافيرس ترافيرس كوا ترافيرس كونديكتور اوميك اذا هنا التوتر الكهربائي بين موصل اومي وهي تتناسب مع اش مع شده التيار كي اش كي لو ترافيرس اللي تمر في اش كونديكتور اوميك اذا ا لانتنسيتي كتبوا هنا ا لانتنسيتي لانتنسيتي دي كورون صافي دي كورون الكتريك بغيتي تزيدك زيده دي كورون الكتريك. اذا هذا بالنسبه لهاد بارت الباج 1. نمشيو دابا هنا قال لك فيريفي ترويزيامون فيريفي كو لا فالور دو لا ريزيستون دو كونديكتور اوميك يوتيليزي ار 400 اوم. قال لك بين ليا بان هاد لا فالور راه هي 400 اوم. اذا بالنسبه لينا مناش منحاس اش من ناحيه الكراف. نمشيو دابا الكراف نرجعو لدابا الكراف هاك بالنسبة لينا الكراف اش ناخدو ناخدو اش ما تاخدش هنا دو بوان ناخدو ان بوان مثلا ناخدو هاد البوان هادي اش نسميو ان بوان هاكاك هاد لو بوان ا شنو هي الكوردوني ديالها هو 5
فهنا عندنا في لابسيس ديالها 5 ميلي امبير، هذه هي اي، وعندنا في او هي 2 فولت. اذا ناخذ هذا باش نلقاو اي، باش نديرو نديرو لا لوا دوم. اذا 5 ميلي امبير مع 2 فولت، اذا انا ضروري ديرها. ها هي عندنا هنا، ها هي نديرو حنا كاع هنا هذا، ها هي هنا 2 هنا 5. الا كان 5 ميلي امبير تعطينا 2، ناخذ وحده. بغيتي تاخذ 2 تاخذ ا او 0، راه هي دير تدير هذيك لا غولاسيون ديالها ديال كويفيسيون ديريكتور اللي كاينه في الرياضيات، او كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي. حنا نكتبو مباشره اش عندنا، اولا نكتبو دابغي لا لوا دوم. حسن، نكتبو دابغي لا لوا دوم، هادي باش حتى المصحح يعطيك النقطه. اذا هنا دابغي لا لوا دوم on a U égale à R fois I. Ah, ok. Non, on a dit non. Alors, R égale à H. Il y a U sur I. D'après, application numérique, on a dit roi, on a dit roi, on a R égale. Ah, ok. D'abord, on a dit roi, on a dit roi, le point li khedna. فابغي اخذنا بان هنا ندير واحد هنا واحد هنا نديرو هنا. اشنو هي هاد ا الكوردوني ديال ا؟ واشنو هي؟ هي 5 ميلي امبير وعندنا 2 فولت، هادي هي ا اللي خدنا البوان اللي نعتمدو عليها. اذا هادي هي، نديرو بشي المغاير باش تفهمو. اذا عندنا هنا هادي هي اي اكس، وهذه هي اف دو اكس سميوها، هذه هي اي. اذا نرجعوا ونكتبوا دابا اي شحال عندنا. عندنا اي هي 2 فولت، ها هي اي هي 2 فولت سور 5 ميلي امبير. هاكاك. اذا هي 2 فولت، ضروري نحولوهاش، نحاولوا لينيتي انترناسيونال. اذا 5 ميلي امبير باش نرجعوها لامبير تنديفيزيوهاش، تنديفيزيو بار ميل، اذا تتولي 0.005 امبير. كاين شي وحدين تيستعملوا الاله الحاسبه، حنا كاع حنا بغينا نحيدوا هاد تقريبا هاد العشاري من تحت، نضربوه في ميل. اذا نضربوه فوق ميل وهنا لتحت ميل، اتولي 2 ميل سير 5. شحال تعطيك اذا بغيتي تحل تخلي داك؟ شحال عطينا هاد 2 ميل؟ تعطينا وهي 400، نديرو بشي المغاير، وهي 400 اوم. اذا ار ايغال ا 400 اوم، هي اللي لقينا. إذن هذا هو الجواب ديال 3 طوا. نمشيو دابا قال لك سيدي هنا 3 4 انديكي سوغ لو غراف. لو غراف الاولى رجعوا ليها، دوكيمون ان لانتونسيتي اي ان دي كورون الكتريك ترافيرس لو كورون الكونديكتور اوميك اي اون ابليكون او بورن دان دان تونسيون اي ان تيغا 5 فولت. اذن شحال تكون اي ان الا كانت او ان هي 5 فولت؟ ارجعوا ليش؟ ارجعوا للغراف. هكاك ارجعوا للغراف. زعما حنا اش قلنا؟ شحال قلنا هنا؟ 5 فولت. هكاك دابا خصنا نشوفوا 5 فولت. اذا نركزوا مزيان، هنا عندنا نمشيو نديروا اللون اللي هي هذا. اذا هنا نمشيو هنا، دابا ركزوا مزيان، هنا عندنا 5 فولت. هنا عندنا 5 فولت، عندنا هنا 2، نمشيو هنا، هنا عندنا 2، هنا اش عندنا؟ عندنا 4، عندنا هنا 6، عندنا هنا 8، وعندنا هنا 10. هكاك. علاش؟ لان هاد عندنا دو كارو وراه فيهم دو، يعني بحال هكا 2 4 6 اكسيتيرا. دابا نمشيو هنا، قالك دو كارو شحال فيهم؟ 5. الا بغيتي دير مثلا سلم تدير بحال هكا، هادي هي هذا هو 5 ميلي امبير ليشيل، وهذا
هو دو فولت. اذا هذا هو لي شي عندنا دو كارو. هنا قلنا الا كان هنا 5 هنا شحال يكون؟ يكون عندنا هنا 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 اش قلنا؟ هنا 10 هنا 15 هنا 20 صافي. اذا نمشيو دابا نشوفو شحال عندنا فاش في 5 شحال عندنا في 5 اش 5 فيرغول. اذا هنا قلنا 5 10 15 وعندنا هنا 20. اذا اش بغينا نشوفو؟ بغينا نشوفو بان عندنا في 5 فولت هنا عندنا 4 وهنا عندنا 6. نمشيو هنا ها هي 5 هذه هي 5 فولت. اذا نمشيو مع 5 فولت شحال تعطينا؟ ها هي شتي. اذا هنا اش عندنا؟ عندنا هنا هنا عندنا 5 وكل كارو شحال فيه؟ دابا هذه شحال فيها؟ هذه راه دايره فيها 2.5. اذا 10 بلس 2 بلس 2.5 عطينا هنا 12.5. 5 اش 5. اذا هذا هو الكوردوني ديال 5 فولت 12 اش نقولوا حنا تقريبا عندنا هنا نبداو نبداو باي هي الاولى عندنا 12 اكس زعما 12.5 ملي امبير تعطينا هنا 5 فولت. اذا بور 5 فولت عندنا 12.5. اذا نجيو نكتبوها. اذا ضروري في الكغاف من خلال الكغاف نكالكيو. اذا شحال نكتبو هنا؟ نكتبو هنا لا فالور وهو 12.5 دابري اش 12.5 ملي امبير. هادشي دابري لو غراف. نمشيو دابا هنا قالك هنا قالك انديكي سيغ لو غراف زعما ملي غراف ملي رجع لو غراف انديكي صافي تا بلاش قالك انديكي سيغ لو غراف اي ان اكسيتيرا. اذا هنا بالنسبه لينا هنا كتبتي هاد لا فالور صحيح. قالك دابا ديتيرميني لا طونسيون الكتريك اي 2 ديتيرميني دابا هنا نكالكيو اي 2 او بورن d'un conducteur ohmique lorsqu'il traverse par un courant d'intensité I2 هي 30 ملي امبير. اذا بالنسبه لينا حنا نرجعوا دابا نشوفوا عندنا الاشرقه ولا طونسيون هكا عندنا I2 وعندنا R. اذا نكتبوا كتبوا دابا دابغي لا لوا دوم اشنا هي دابغي لا لوا دوم دائما la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I. Ok. Il y a quelqu'un qui dit calcul U2, on dit U2, il y a une valeur, on a U2. Application numérique, je vais vous dire, je vais vous dire, on a une application numérique, on a U2 égale R, je vais vous dire, il y a 400, اوم فوا اي 2 شحال عندنا في اي 2 عندنا هنا 30 ملي امبير ايغال ا 400 اوم فوا عندنا 30 ملي امبير شحال فيها نقسموها على تعطينا 0.03 امبير ايغال تعطينا واحد الفالور ديالاش ديال هذه الا ضربتي في هذه تعطينا 12 فولت. اذا هنا ضروري هنا إذن هنا كتبو هنا إي دو إتيكالا 12 فولت باش ديرو لها إطار. هذا هو لا فالور ديال إي دو لي قالك لقى لينا مناش من خلال اش من خلال هنا لهاد ديال إخ ماشي الكاف. إذا نمشيو دابا لو سويفون قالك أسيدي لو بروجي رياليزي إتان جوي دون فونكسيمون نورمال زعما راه البروجي اللي دارونا راه واحد لعبه لعبه قلنا بانها تشتغل بصفه عاديه اي كونستيتي اون بليزيور كونديكتور اون بليس دو كونديكتور بي فيها الكونديكتور اوميك ولكن فيها دو لامب ايدونتيك وهو مصباحين مماثلين سوغ لاكيل انسيغي لانديكاسيون عندها 12 فولت 3 فولت كل مصباح عنده 12 فولت 3 وات عنده واحد محرك كهربائي عنده توا 12 فولت 12 وات
ودوتر كومبوزون دو بويسونس جلوبال، عندك واحد لي كومبوزون اخرى، مركبات اخرى، العده بان القدره الاجماليه ديالي 5 وات. اذا 4 ا ديتيرمين لا سيفيكاسيون فيزيك دي دو انديكاسيون سينيالي سور لو موتور. فين هو الموتور؟ هو هذا هكا. دابا هذا خصنا هذا، دابا حنا هذا الموتور هادي وهذا هو نمشيو الموتور. اش تعنينا 12 فولت واش تعنينا 12 وات؟ ماشي 12 فولت، شكون عنده الفولت؟ هو طونسيون. اذا نكتبو لا طونسيون، اذا بالنسبه لينا هذا راه ماشي طونسيون عاديه، هنا هذا خصنا نكتبو ان انديكي باراج باغ لو كونستركتور. هذاك السيد اللي وضع لينا هو نوماهم تيسموه، سماهم سما هاد اش 12 فولت و 12 وات، راه هو اللي رقمهم، هو اللي سماهم لينا، هو اللي وضعهم لينا. علاش؟ باش يكون باش يكون فونكسيونمون نورمال، باش ما يتحركش. اذا ما يكونش لينا فيبل لو موتور، وما يكونش لينا لو موتور اي ديتيريوري، باش ما يتحركش لينا. اذا خدمو في صفاتين عاديه تتسمى لا طونسيون نومينال. اذا هنا لا طونسيون نكتبو هنا لا طونسيون، نكتبوها بالازرق احسن. اذا هنا إذا عندنا لا طونسيون نومينال دي موتور، هذه هي قلنا هنا هو التوتر الاسمي. شكون اللي عنده الوات؟ وي لا بويسونس. نكتبو هنا لا بويسونس نومينال دي موتور. ليك الكتريك كتبتيها راه ماشي مشكل، ما كتبتيهاش كتبتيها ولا ما كتبتيهاش ماشي مشكل. اذا هنا قلنا لا طونسيون الكتريك نومينال دي موتور، لا بويسونس الكتريك نومينال دي موتور. اذا بالنسبه لينا هنا نمشيو لا سويفون. قال لك سيدي هنا هذا ساهل، عندنا هنا 4 2، كوشي لا كاس كوريسبون اكسبرسيون ليترال دو بويسونس الكتريك. فين هي لا غولاسيون اللي صحيحه؟ واش بي تيغال اي بلس؟ نو. واش بي تيغال اي سور اون؟ و بي تيغال اي سور اي؟ لا، وهي بي سور تيغال اي فوا اي. هذه هي صحيحه. اذا هذا راه جواب او هذا السؤال تقريبا ساهل. بي كالكول لا بويسونس الكتريك كونسومي باغ لو كونديكتور اوميك ساشون كو لا طونسيون الكتريك دو سي بون اي 12 فولت. هنا قال كالكول لا بويسونس ديال اش كونسومي باغ لو كونديكتور اوميك. هذاك البي اللي نديروها، اول حاجه خصنا انا بالنسبه لينا بي اش قلنا هي اي فوا اي هكاك. عندنا هنا اي شحال عندنا؟ عندنا 12 فولت. وشحال لقينا فاش في اي كي ترافيرساش؟ اذا اي هي هادي هاي شديها. هنا قال لك اسيد كونديكتور اوميك لوسكو ترافيرس با ان كورون ديال اش 30 ملي امبير. اذا هنا تقريبا هنا لقينا 12، اذا عندو شحال؟ وهي 30 ملي امبير. اش لقاو؟ لقاو لا بويسونس. هما راه قال لك هنا 12 فولت. اذا اش نكتبو؟ اون بي بي ايكال اش، اذا نكتبو حنا بي ايكالاش اي فوا اي. ابليكاسيون نيميريك بي ايكال، عندنا شحال عندنا بي؟ عندنا هي 12 فولت فوا 0.03 امبير. اذا هادي بالنسبه لينا تعطينا هي 0.36. اذا هادي هي بي لا بويسونس ديال اش ديال الكونديكتور. اذا بي تيغال 0.36 وات. اذا هادي هي بي. دابا نمشيو دابا هاد. اذا هنا اش قالك؟ قالك دي تيرمينا بويسونس توتال لا بويسونس بي توتال، نكتبو توتال كونسومي باغ لو جوي رياليزي. اذا هنا اش نكتبو؟ نكتبو بي توتال هي اش بي ديال لا لامب، و بي كذلك ديال موتور، و بي ديال اوتر كومبوزونت، و ديال كونديكتور. اذا نكتبو هنا ان بي توتال بي تي هي بي توتال ديال اش؟ ديال بي ديال لا لامب او لي لامب، عندنا جوج
بلوس بي ديال الموتور بلوس بي ديال اش ديال اوتر كومبوزونت اوتر ضروري كومبوزونت بلوس بي ديال اش بي ديال كونديكتور اوميك دابا نمشيو نشوفو لابليكاسيون نيميريك اذا شنو هي بي ديال لونوب شحال عندنا من لونوب نرجعو دابا ها هما اذا عندنا دو لونوب ها هما عندنا كل وحده فيها اش بي عندنا فيها 3 غتولي 6 وعندنا ديال الموتور هي 12 وعندنا 5 ديال لوتر كومبوزونت وعندنا ديال الكونديكتور هي 0.36 اذا نكتبو هنا 2 فوا قلنا حنا 2 فوا اش 2 فوا 3 بلوس شحال عندنا ديال الموتور ديال الموتور عندنا 12 نشوفو رجعو ثاني هنا باش شتي ها هي 12 واط وعندنا 5 ديال اوتر بلوس 0.36 واط ايغال الى جمعنا هادو كلهم غتعطيك 23.36 واط هذه هي بي توتال ديروها بشي مغاير هنا تندير الاحمر نتوما ما ديروش الاحمر هنا هنا تندير هذاك باش يبان لك بي توتال هي 23.36 واط هذه هي بي توتال اذا نمشيو دابا 4 3 قال لك اسيدي دي دويغ اون جول لينيرجي الكتريك كونسومي بار لو جوي رياليزون لوسك فونكسيون بوندون اش تي تيكالا 30 مينوت اذا لو جوي لقينا بان بي توتال نديرو او تيكالا بي فوا تي اذا راه باينه هادي اذا هذا راه ساهل ولكن اون جولا اذا خصنا نحولو هذا اش نحولو لو سكوند اذا او اون او ايكال اش ايكال بي بي توتال فوا تي هاكا اذا ابليكاسيون نيميريك او ايكال هي اذا قبل حنا ما نديرو هذا نشوفو حنا دابا هنا نكتبو شنو هي بي توتال ضروري تحط هاد المعطيات باش هي 23.36 واط هنا دير واحد الخط هنا هادو لي دوني شنو هي تي هي 30 مينيت اذا هاد 30 مينيت اش نديرو ليها نحولوها لاش باش نضربوها نضربوها فاش 30 نضربوها فاش في 60 اش سكوند اذا شحال تعطينا تعطينا 1800 سكوند اذا خصنا نحولو هذا دابا حولنا هنا من الاحسن بلا ما تطول عليك هنا ديرها ما ديرش في الوساخه ضروري ديرها الاستاذ هنا في هذا الجانب راه باقي لك هذاك لي سباس اذا نكتبو هنا 23.36 واط فوا تي شحال عندنا تي هي قلنا هي 1800 سكوند اذا مع الوات سكوند غتعطينا الجول شحال تعطينا غتعطينا غتعطينا عندنا هنا 42048 جول اذا هذه هي او غتعطينا هنا هي هذه غتعطينا 42048 جول هذه هي او اي لينيرجي ديال اش ديال كونسومي باغ لو جوي بوندون 30 مينوت اذا هنا هذا هذه لابارتي ديال الكتريسيتي نمشيو دابا الميكانيك هذا اكزرسيس 2 عندنا هنا لو كونترول دو ليكيليبر دان بالون ايت اون اكسيون دي فيسيل كي اكزيرس سور ان ابيليتي مهارات اذا تيقولوا هاد هادو تيديروا لنا واحد المهارات بالكره سبورتيف قال لك هنا دو لا بار دان فوتبولور ما تيمناش هادشي كولو هنا هو تيجونغلي لينا بواحد الكره Non, le chiffre suivant représente le ballon de masse. La masse d'hélo, de la ballon, il y a 450 grammes. En équilibre sur la tête d'un joueur. C'est important dans l'équilibre. Quelqu'un fait l'inventaire
او في لانفونتير هي ابحث عن تاثيرات الميكانيو لي فورس او القوه المطبقه على البالون. اي لي كلاسيك، لا لي كلاسيك ما قالش ليك واش ا ديستانس كونتاكت ولا ريبارتي واش لوكاليزي. حنا نديروهم بجوج. الى لانفونتير دي فورس هو لو بيلون، هو البحث عن مميزات القوه وجرد جرد القوى المطبقه على لو بالون. لو بالون الى اون ايكيليبر سو لاكسيون دو سحان فورس، كاينه عندنا هنا دو فورس اشنو هي عفوا ملي تيكون ملي يعطيونا لي فورس كتبو اف الاولى مثلا اف والاخرى سميوها بي. اذا درنا مغاير الى كاين دو فورس كاين اف او بي، كاين ديما راه تيعطيكم ديما جوج. حنا اون ايكليب ديال دو فورس، عندنا لا فورس اف دو كونتاكت وعندنا لا فورس دي ديستانس. ديما تيعطينا هاد القضيه دو لين، اذا دو فورس. بالنسبه لتروا فورس كاتر فورس غتشوفو السيك التاني. اذا شكون هي لا فورس؟ لا فورس ديال لا فورس اكزيرسي باغ لا تيت دي جوور سيغ لو بالون. نقول حنا لا تيت سيغ لو بالون، اذا بلاش دي جوور. اذا هنا غنكتبو لا فورس اكزيرسي، لا فورس اكزيرسي باغ لا تيت دي جوار بلاش سيغ لو بالون. ضروري اذا هادو سيغ لو بالون. اذا هاد لا فورس واش هي دو كونتاكت ولا ا ديستانس؟ اذا هاد لا قلنا راه هي دو كونتاكت. هاكا درنا فورس دو كونتاكت. اذا هنا كلاسي، اذا فورس دو كونتاكت. هنا 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 بغيتي تزيدها ولا لا؟ وهي واش غي بارتي ولا لوكاليزي؟ هنا راه هنا راه لوكاليزي في واحد لو بوان، اذا نكتبو هنا لو لوكاليزي. هنا ما كتبوش لي كان الكلاسي راه ديما فورس دو كونتاكت لا فورس ا ديستانس. اذا لوكاليزي درناها لانها ما رباني يعطيك يقول لك هنا قال لك كونتاكت ولا كونتاكت ولا ديستانس ولا لوكاليزي ولا ريبارتي، ضروري تكتب لي هادو. ولكن انا في نظري هو فورس دو كونتاكت كلاسي اون كونتاكت دي سون خصهم نكتبوها نساوها. بي شنو هي بي؟ بي هي لا فورس اكزيرسي باغ لا تيغ سيغ اش سيغ لو بالون. وحدين اخرين اش كتبوا لي؟ كتبوا لي البوا دو بالون. صحيحه. اذا نكتبوا هنا لو بوا، يعني لا فورس لو بوا دي بالون، بوا دي بالون. اذا هنا هادي راه قلناها دي بالون. الى بغا يكتبوا لينا يكتبوا لنا لا فورس اش ديال لا فورس ديال لا تيغ بحال هكا، فورس دو لا تيغ اذا سيغ اش سيغ البالون. تكتب ديال بحال هكا راه تيحسبها لك صحيحه، راه ديال سيغ هي البالون. تنكتبوها بعض المرات اذا ما عنديش لي سباس هنا. هذيك هي واش فورس دو ديستونس ديما ديال لا تيغ هي فورس دو ا ديستونس، فورس فورس ا ديستونس. اذا هنا عندنا ا ديستونس. اذا هادو هاد لا فورس ا ديستونس اش كون ليكاليزي ولا ريبارتي؟ دو جور ريبارتي ا ديستونس ريبارتي. اذا تلاحظوا بان ديما ديال القوه ديال الارض راه هي ديما فهي موزعه، بينما هنا راه هي موضعه، موضعه ديال هي نقطه. إذا هذا سؤال سهل، نمشيو دابا لي كاركتيريستيك. قال كومبليتو لو طابلو سويفون اون ديتيرمين لي كاركتيريستيك دو بوا. دابا لي كاركتيريستيك ديالاش؟ ديال لو بوا دو بالون. ها هي لو بوا دو بالون، عطاك لو بوا دو بالون. وعطاك تاني ها هي لا فورس اكزيرسي باغ لا تيغ سيغ لو جوار. إذا راك هذوك لي فورس راه تيكونو هنا، ركزو مزيان خصهم ديما هاد التمرين تقرا كله. إذا نمشيو دابا هنا قال لك اون دون لانتونسيتي، عطاوك جي هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. إذا هنا لو بالون ارجع له بالون، اش عطاك؟ عطاك هنا الى هنا ها هو عطاك واحد جي. نديرو حنا بشي مغاير، ها هي هادي هي جي. اذا لو بوان دابليكاسيون ديالها شنو هي؟ هي لو بوان اش، لو بوان جي او لو سونتر دو غرافيتي جي. نكتبو حنا لو بوان جي. هاد جي شنو هي؟
وهي لو سونتر، لو سونتر دو غرافيتي جي. اذا كتبتي البوان جي صحيح هاي la ligne d'action. La ligne d'action, il y a la droite d'action. C'est la droite verticale passant par G. C'est la droite verticale. Dis-moi, verticale. Passant verticale. Passant par G. لو سونس ديال لا تيغ ديما ديما هادو ما تيتغيروش عقل ديال لا تيغ ديما كتب لي بوين جي سونتر دو غرافيتي جي ولا لو بوين جي لا دروات فيرتيكال باسون بار جي اي دو سونس دو جي فيغ اش لو با الى حي الى حي الى حي سي لا تي ديالو راه طايح الكره اذا دو جي فيغ اش فيغ لو با يعني هادو ما تيتغيروش هادو دابا نمشيو لسميتو نمشيو ل البي دابا بي شناهي عندنا هنا بي تيقال اش بي ايكال ام فوا جي هكاك اذن اش عندنا عندنا بي شناهي بي ايكال اش شناهي ام ها هي 400 هي هادي ها بي وها عندنا جي ها هي داروها هنا لان نخدمو بها في هاد الكيستيون بعض المرات يديروها هنا اذن هي 450 grammes fois 10 H newton par kilogramme. عشان نديرو دابا خصنا اولا نحولو هاد 450 غرام نحولوها تولي 0.45 كيلوغرام فوا 10 نيوتن بار كيلوغرام. ما عنديش اتساع اذا ماشي مشكل نكتبو هنا. إذا شحال تعطينا ندير واحد لافالو في كيستيون تعطينا بي إيكال شحال بي إيكال 4.5 نيوتن إذا 4.5 هذه هي بي إذا هنا قالك باقي إكغيغ لينونسي دو كونديسيون ديكيب دان كور سومي أ دو فورس هذا ديما تيعطيو إذا ضروري تذكر لينا لي فورس أش تيقول هنا نكتبوها واحد تكس ان لورسك الى نصغر شويه نعطيونا عطاونا دو لي نكتبو لورسك باش نكتبو حنا بالازرق اذا لورسكان ها هي لورسكان كور سومي ا دو فورس لي مكتب هادي نيت لورسكان سوليد هنا انا اش عن سوليد عطاونا لورسك كان سوليد هاهي سومي كتبوها ديما هادي كاع سومي سومي تيقولك لوسك انكوغ سور اكسيون دو دو فورس سومي ا دو ا دو فورس ضروري تكتب هادا شكون لي فورس كاينة اف اي اش اي بي هنا عندنا هنا عندنا هنا دابا هنا ما قالش ان سوليد قالكو حنا نكتبو حنا اف او بي لان حنا عندنا جوج اف او بي ولا اف 1 اف 2 اف بي اي اون ايكيليبر لورسك ان سومي دو فورس اي اون ايكيليبر ولا دو فورس كو سومي ا دو فورس اي اون ايكيليبر هو في توازن ضروري لان ما كانش ليكيليبر لا ايكيليبر ولا لورسك ان ايكيليبر سومي ا دو فورس بحال اي اون ايكيليبر الوغ Alors, les deux forces ce qu'on nomme F et P ont H la même droite d'action. زيد اش عندهم تاني لا ميم اش لا ميم انتنسيتي اي دو سونس اوبوزي اوكي هذا هو اللي كاين صافي ما طولش بزاف
ولا كتبتي ليهم لوس كان كونسومي لوس كان اوني كي لبسوا لاكسيون دو فورس او ميم دير ما يمكنش عريضه دير احسن ليك هنا ميم ميم دروات داكسيون ميم انتنسيتي دو سونس اوبوزي. هذا هو القانون ديما. دابا نبحثوا على قال لك هنا دي دوير ديما هنا دي دوير لي كاركتيريستيك دو فورس دو لا فورس اكزيرسي باغ لا تيت دو جوور سور لو بالون. دابا لو جوور نرجعوا لتاني لو جوور هنا فين هي البوان دابليكاسيون ديالو. اذا هنا نديرو هنا بالازرق ها هي البوان دابليكاسيون هي هادي نسميوها هذا مثلا البوان دابليكاسيون نسميوها ا. هي ا من لا دروات داكسيون سي لا فيرتيكال باسون بار ا دو سونس دو ا فيغ لو. هاد اللاعب راه تيدفع الكره نحو الاعلى ارتي ديالو تيدفع نحو الاعلى. اذا شنو هي اف؟ اف هي هادي 4.5. علاش؟ لان عندهم ميم انتنسيتي اف تيكالا بي. اذا نكتبو هنا هنا عندنا لو بوان ا. لا لين داكسيون سي لا دغوات فيرتيكال باسون par A. D'arore, hein? Par A. Le sens de A vers H, vers le haut. Et là, vers le bas. Il a dit vers le haut. Il a deux sens opposés. Il a la même droite. Passons par A, la passons par G. Il a le poids d'application différent. D'abord, il a l'intensité. Il a l'intensité. Il a F. Il a P. هي هادي. إذن 4.5 اش نيوتن. إذن هنا سالينا دابا. دابا نمشيو هنا لا غوبريزونطاسيون. قالك كاتريام غوبريزونتي سي فورس سيغ لو شيما سي كونتر اون يوتيليزون ليشيل. عندنا 1 سنتيمتر شحال فيه؟ 1.5. إذن هنا نمشيو أسيدي نشوفو إكس شحال فيها؟ 4.5 نيوتن. نديرو إكس إيكال ما باينة. إكس هي هي 1. هي تقريبا تعطينا 3 سنتيمتر. اذا هنا عندنا 4.5 نيوتن فوا 1 سنتيمتر سور 1.5 سنتيمتر تعطينا 3 سنتيمتر. اذا هاد لا هاد الفيكتور دو فورس ديال اف وديال بي راه عنده 3 سنتيمتر في لا لونغور ديالو. اذا هنا قال لك كومبوزون سي فورس راه جوجنا. نركز مزيان راه عندك جوج. اذا حنا نمشيو دابا نرجعو. إذن هنا عندنا هادي نديروها قلنا من الا فيغ لو هو نديرها بالازرق. إذن ها ها 1 سنتيمتر نديرو هنا تقريبا ها هو هذا. إذن هنا نديرو هذا تقريبا 3 سنتيمتر ها 1 سنتيمتر هذا 1 وهذا 2. هذه هي اش هذه هي اف هذه هي اف. نمشيو دابا نمشيو للمغاير نمشيو للمغاير حنا نديرو بالاحمر باش يبان لينا. نتوما ما ديروش الاحمر تنقولها لكم ديما دير الاخضر. نمشيو دابا نمشيو نشوفو ديال بي اشنا هي دو جي فيغ اش. راه شوية صعيب لان عندهم كونفوندي هادو لان هاو نهودو تاني تاهي شحال تقريبا تاهي عندنا 3 سنتيمتر. اذا نهودو هنا نهودو تا لهنا. اذا هادي هي اش هي هادي هي بي. اذا هاهو 1 سنتيمتر هنا هنا 2. انت تدير لا ريكل هادي 3 سنتيمتر إذا لا لونغور ديالهم تلاحظوا بأن هادي دو فورس اون دو سونس اوبوزي ميم انتنسيتي زي مي لونغور اي ميم دغوات داكسيون. حاول هادي كون كونفوندي شوية مزيان ولكن يبان لك هاد الزرقاء. نحاول هو ديفيسيل شوية صعيبة ولكن بين ليه النقطة هنا لون والاخر بالجنب ديالو. انت تستعمل اش تستعمل لا غيكل. إذا هذا بالنسبة لنا ديال لي كاركتيريستيك. نمشيو دائما نبقاو في الميكانيك. هنا نمشيو دابا 5 قال لك لو بالون لو بالون اي لونسي فيرتيكالمون فيغ لو هو. دابا السيد راه لاح البالون فيغ لو هو نحو الاعلى اون غياز دو كرونو غرافيك التصوير. هذا التصوير
ديال باش نعرفوا لي ديستانس او التصوير متتالي. المتتالي اي يصور كل لحظه دو سو موفمون. اون اوبتيان لو دوكيمون دو اي مش واحد لو دوكيمون دو. ها هو دوكيمون دو هو هذا. ها هو ارجعوا لي. إذن قال لك هنا اون دوكيمون دو لا ديغي سيباري اون دو دو فوتو سكسيسيف. هي اش عندنا جوج نقاط. إذن كل نقطه بين موضعين عندنا اش 100 ملي سكوند. لا نشوفوها من بعد. 5 ان قال لك 5 ان كومبليتي لي فراسي دو سي او هادو سي دو سو باسكو كي كونفير parmi les termes suivants. عندنا موفمون حركه، عندنا كور دو ريفيرونس هو الجسم الرجعي، عندنا ديناميك وهي تحريكي، عندنا ستاتيك سكوني، عندنا ترانسلاسيون ريكتين وهي ازاحه مستقيميه. بريمير عندنا هنا، عندنا هنا اون بو قال لك اون بو اون نو بو با ديكريغ لو موفمون او لو روبو دي بالون. ما يمكنش لينا نحدو الا كو سي اون ديفيني، الا اذا كان واحد ديفيني ان كور. هذاك الكور هو كور دو اش كور دو ريفيرونس هو المرجعي. اذا ما يمكنش لينا نحدو واش ديزين في حركه ولا سكون، الا خاصنا نحدو واحد الجسم مرجعي تنعتمدو عليه وهو كور ريفيرونس. كور دو ريفيرونس او ريفيرونس كيما كاتبين هما ريفيرونسييل كور دو ريفيرونس ولا كور ريفيرونسييل. اذا هذا بالنسبه لي بريمير. لو بالون اي سي ان انا ما يمكنش تجاوب بارابور ان جوور. اذا بارابور ان جوور شتي وهو اش اون موفمون. ها هي اون موفمون هو تيلعب الكره فهمتي بارابور او جوور ابري سون انفوا. C'est un, après ça on voit, c'est un mouvement. Le mouvement militaire ou militaire dans le corps. Qui est le trajectoire? C'est le trajectoire de la rectiligne. Ou c'est le corps? Ou c'est le type de mouvement? Ou c'est le translation? C'est un translation. Il y a une question. C'est un mouvement de translation rectiligne. Translation. ريكتيلي. إذن هذا هو. إذن نمشيو دابا للفراز 3 لاكسيون ميكانيك أي تأثير ميكاني دي جوار سيغ لو بالون دو سون أنفوا إت أن إيفي. أش ليفي؟ كاينين دوز إيفي، كاين ليفي ستاتيك و ليفي ديناميك. إذن هي في حالة في حركة. إذن أنكسبو سي تان إيفي وهو تحريكي وهو ديناميك. وان البالون اي اون موفمون. 5 دو ديكري ليكسبرسيون ليترال دو لا فيتيس موين اي سون يونيتي انترناسيونال معروفه في اش لا فيتيس موين. اذا لا فيتيس موين اي تيغالا ا دي سور دلتا تي. هادي دلتا دلتا تي لونيتي ديال لا فيتيس. لا فيتيس موين سون يونيتي اي avec unité internationale. Son unité internationale c'est le mètre par seconde ou m s moins 1 وحده فيهم هادو كلهم صحاح. اذا مشيو دابا اش مشيو التطبيق دابا دابا هنا قال لك هنا نكالكول 5 3 كالكول ان متر بار سكوند لا فيتيس موين دو بالون اس دون لي دو كان سويفون. إذا نكالكيلو السرعة المتوسطة في هاد الحالتين أونتر دو بوزيسيون قلنا أونتر دو بوزيسيون جي أن إي جي تخوا أي مهم الموضع واحد وثلاثة و بي قلنا أونتر دو بوزيسيون جي تخوا إي جي سانك بين تخوا إي سانك. إذا هنا تيقول هنا لي دوني اللي عندنا بأن بين موضعين بأن الدلتا تي شحال عندنا هي 100 ملي سكوند. إذا بالنسبة لينا حنا غنديرو هنا لا غولاسيون ديال لا فيتيس هي الأولى. أونا نسميوها دي في أن الكال الأولى. في أن هي دي أن سور دلتا تي أن مثلا. أشنا هي؟ أشنا جي أن هي دي أن هي جي أن جي تخوا هاكاك. ها هي طابا هنا دلتا تي أن. إذا هنا بلي هنا
بالنسبه لينا هنا نعطيو لي دوني شنو هي جي ان جي 3. اذا مشيو جي ان جي 3 عندنا هنا جي ان ها هي، وهنا هنا جي 3 عندنا هاد غرادياسيون. انا عندنا 10، اذا نحسبوا شحال من غرادياسيون كاين هنا، شحال من لا ديستانس كاين 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا عندنا 8 نضربوها فاش فتيساش 10 سنتيمتر شحال يعطينا؟ يعطينا 800 سنتيمتر، نحولوها للمتر هي 0.8 متر. حنا درنا تحويل ديريكتومون هنا. نمشيو دابا للدلتا تي ان. هاد دلتا تي ان راه بين موضعين، بين جي ان و جي دو و جي دو جي 3. اذا شحال مره معاود لينا هاد دلتا تي، هاد دلتا تي عندنا شحال؟ عندنا 2 دلتا تي. اذا 2 فوا 100 ملي سكوند، هي 200 ملي سكوند ايغال ا 0.2 سكوند. هنا عندنا هنا 100 وهنا عندنا 100، هي 200 ملي سكوند. اذا نديرو ابليكاسيون نيميريك، نديروها تقريبا ديريكتومون ايغال جي 1 جي 3 هي 0.8 قلنا متر سيغ اش 0.2 سكوند ايغال تعطينا 4 متر بار سكوند. اذا في ان ايغال 4 متر بار سكوند. اذا هذا بالنسبه لنا لو في ان هي هادي. نمشيو دابا انتر لي دو بوزيسيون سميو في دو، حتى هي نفس نديرونا اون V2 égale à D2 sur delta T2 égale à Adna G3 G5 sur delta T2 égale. Hna, on dirou daba H, dirou les données. Ok, G3 G5. On chauffe hna. G3. Et G3 G5. Adna hna 10. شحال إذا كنا 10 هنا 20 هنا 10 وهنا 20 هنا عندنا 30 وهنا عندنا 40. إذا شحال مرة معاودة عندنا هنا؟ إذا هي تقريبا معاودة 4 فوا. إذا نكتبو 4 فوا 10 سنتيمتر غتعطينا 40 سنتيمتر إيكال 0.4 متر. إذا هذا شو الدلتا تي 2. هاد دلتا تي 2 حتى هي عندنا انتر جي 3 عندنا دلتا تي، هنا عندنا دلتا تي، عندنا 2 حتى هو حتى هي 2 فوا 100 ملي سكوند تعطينا 200 ملي سكوند هي 0.2 سكوند. اذا نكتبو هنا هي تعطينا 0.4 متر سيغ 0.2 سكوند تعطينا 2 متر بار سكوند. اذا في 2 هي 2 متر بار سكوند. من هنا تلاحظوا بان اللي درنا اونكادري هنا، تلاحظوا من هنا 4 5 قال لك هنا ديدويغ لا ناتور دي موفمون دي بالون. هاكاك لا ناتور دي بالون منين ديرها؟ تلاحظوا بان هاد لا ناتور بلا ما تبقى تشوف لنا، شفنا لا فيتيس في 1 شحال كانت 4 متر بار سكوند، في 2 شحال كانت 2 متر. اش تلاحظوا بان لا فيتيس ديميني دونك سي تا موفمون روتاردي. اذا نكتبوا هنا نكتبوا لو موفمون دي بالون اي تا موفمون ريكتيلين روتاردي. هنا سي تا موفمون ريكتيلين روتاردي كار لا فيتيس diminue.
هنا ديميني دو بليز اون بلي افيك لو طون. اذا ديميني افيك لو طون صافي، هنا قلت لا فيتيس ديميني. وكاين شي واحدين يقول لك بان لا ديستونس هنا انت الكره هنا لا ديستونس هنا ديميني دون ان ميم انترفال دو طون دون لو موفمون، اذا راه صحيحه. ولكن هنا لا فيتيس راه باينه من في ان في دو، راه الفيتيس ديميني. يمشيو لا ديغني اكزارسيس يتعلق لينا باش بالانيرجي. يمشيو لهنا هو في شويه الانيرجي وفي شويه ديال لا ميكانيك. اكزارسيس 3 اون فواتير الكتريك سي كرابي سي بلاص دو مراكش على الصويره، اذا من بين الصويره بين مراكش والصويره لو لون دي ديستانس دي هو 180 كيلومتر افيك اون فيتيس موين دو 60 كيلومتر بار اور. اون تيز اون باتري دو ريشارجابل، عندو واحد لا باتري سيار كهربائيه، عندو واحد لا باتري تتشارجا بالطريقة قابل الشحن كي اون ماغازين تتخزن لنا واحد الانيرجي الكتريك. اون بارت دو مراكش الكونديكتور ا روماركي كو لو بورسونتاج دو لا شارج دو لا باتري اي 70%. Il se demande si cette batterie pourrait assurer le voyage sans recharger supplémentaire. Il ne voit que 70% qui a fait dire avec le voyage. Il n'y a pas de charge. Donc non, l'énergie maximale qui peut emmagasiner dans la batterie, l'énergie, il y a 50 kWh. Le maximum de la batterie. La puissance du moteur de la voiture au cours du voyage peut être égale à 12 kWh. هذا بالنسبة للموتور. أنا هذاك بورسونتاج دو لا بورسونتاج دو لا ريشارج دو لا باتري هي لينيرجي إلكتريك أون ماغازيني، لينيرجي ماكسيمال كي بو أون ماغازيني دون لا باتري، هنا البورسونتاج ديالو. هنا قال لك أسيدي هنا ديتيرميني لينيرجي كونسومي باغ لو موتور أو كور دو لا فواياج. إذا بالنسبة لينا حنا أشناهي أو؟ أو إيكال on a e on a em égal ap fois t. OK هنا بالنسبه لابليكاسيون نيميريك اش نكتبوا em. OK اش عندنا نمشيو دابا لهنا غندير هنا اش عندنا بي بي شحال هي 12 كيلوات متفقين. ولكن فين هو لو طون؟ هنا لو طون ما عندناش. اذا هنا لو طون خصنا نكالكيلو اول حاجه لو طون نيسيسير بوغ باركوري. نكتبو اسيدي هنا ها هي نديرو هنا نديرو هنا نكالكيلو لو طون. كالكيلو لو طون هنا لو طون نيسيسير le temps nécessaire pour le voyage. Il est en question. Adna hna la vitesse, adna la distance. A chaque question, on a v égale à d sur t. Alors t égale à d sur v. A chaque t. إذا نكتبو تي هي اش قلنا هي شحال عندنا؟ عندنا 180. إذا نكتبو هنا 180 كيلومتر سيغ اش سيغ 60 كيلومتر بار اور إيكال. هنا يعطينا تقريبا هنا قلنا هي دي تقريبا عطينا 3 زور. اذا تي لقينا تي اتيكالا 3 زور. احنا لقينا تي اذا لقينا لو طون هي 3 زور. رون بلاصيو هنا 3 زور تعطينا 36 كيلواتور. اذا هذه هي او ام. إذا شحال عندنا ام كونسومي هي 36 كيلواتور. هذا بالنسبة لو اه. إذا نمشيو للكيستيون لي مهم وهو مونطري كو لا باتري اوتيليزي ne peut pas assurer le voyage sans recharge supplémentaire. Il est bien lié à ce que la batterie
راه ما يمكنش تقد لينا دير الفواياج، اذا تقد تكافيه لينا في لا فواياج. علاش؟ لان اول حاجه نشوفوا هاد لينيرجي، عندنا لينيرجي ماكسيمال هي 50. نشوفوا دابا، نشوفوا حنا هاد لينيرجي او ماغازيني شحال تكون. اذا كالكولي لينيرجي او ماغازيني، هذه اللي غنلقاو. اذا هنا دابغي لا غولاسيون اش عندنا، هنا خصنا نلقاو لينيرجي. اذا هنا نشوفوا هنا البورسونتاج ديال لا شارج شحال عندو، هو هنا اونا، هنا عندنا هنا رومبلاسي هنا اونا هاكا شحال عندنا، عندنا شحال البورسونتاج هو 70%، يعني 70% اللي خصها تكون، يعني 70% هاكا ايغال. هنا هاد او الكتريك او ماغازين هي اللي خصنا نلقاو، غنكتبوها هي او. عندنا او نسميوها او بي ديال لا باتري سور او بي ماكسيمال عندنا فوا 100. الوغ اش بغينا نلقاو؟ بغينا نلقاو او بي، هي ديال لا باتري شنو هي؟ هي عندنا او بي ماكس، او بي ماكس فوا 70% سور 100. هادي هي الغولاسيون. دابا الغولاسيون نيميريك عندنا نرومبلاسيو، اشنا هي او او بي ايغال هاكاك. امشيو لاو بي ماكس، او بي ماكس شحال عندنا؟ عندنا هي هادي، هاهي او بي ماكس، هاهي عندنا هنا 50 كيلو واتر. اذن 50 كيلو واتر فوا 70% على اش 100، غتعطينا هي 35 كيلو واتر. هادي هي او ديال بي. اذا بلا نكتبوها بشي مغاير، لان هي نعتمدو عليها، او بي هي 35 كيلو واتر هكاك. هادي هي. اذا لقينا لينيرجي ديال لاباتري هي 35، ولكن هنا عندنا لينيرجي كونسومي، لو موتور شحال تيكونسومي؟ تيكونسومي 36. اذا هنا لاباتري نو بو با اش نو بو با اسيغي لو فواياج. اذا دابا نغوشارجيو. اذا هنا لان او غنكتبو لينا ولا اون ديدوي اون غومارك كو اش عندنا او اش او بي، فين هي او بي؟ هي 35 كيلو واتر. هادي ديال اش؟ هادي راه عندنا هاد او بي اي انفيريور ا ديال كونسومي بار لو موتور، كونسومي 36. اذا 36 كيلو واتر. اذا من هاد الخلال دونك انكتبو بان لا باتري، راه قلنا الموتور هي 36 كيلو واتر، هنا لا، هنا لا باتري يوتيليزا 35. اذا هنا لا باتري نو بو با اسيغي، هايك نو بو با اسيغي لو فواياج. سون recharge، son recharge supplémentaire. اذا هنا ما يمكنش، دابا هنا خصنا ضروري خصنا نشارجي، واش خصنا نشارجي لا باتري. اذا هذا كل ما لدينا بالنسبه لهذا ليكزامان ريجيونال. اوفوار لا بروشين.